بشكل عام تجربتي مع برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في وحدة العلوم الطبية الحيوية كانت تجربة جدا مثرية وتستحق التكرار، خصوصا البيئة اللي كنت محاطة بها كانت بيئة علمية، والتوجيهات الأكاديمية اللي تلقيتها من قبل نخبة من أكاديميات جامعة الملك سعود. رحلتي مع موهبة بدأت في الصف الثالث متوسط لما ترشحت أنا ومجموعة من صديقاتي لاختبار مقياس موهبة للمهارات العقلية المتعددة، ولأني شخص أحب خوض التجارب العلمية في سبيل العلم قررت أسجل في اختبار مقياس موهبة، حيث أني اجتزت الاختبار بدرجة تؤهلني لبرامج موهبة. شخصياً أطمح أن أكون من الشباب الرواد في المجتمع اللي يسعون لتطوير وتحسين الوطن من أجل نهضة المملكة في ظل رؤية سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. من التجارب اللي أثارت اهتمامي العلمي تجاه عالم الأبحاث تجربة زيارة المختبر المركزي اللي كان بجامعة الملك سعود، كانت تجربة جدا مثرية وكان يعني لي الكثير تجاوب الباحثات لنا على التساؤلات اللي ما كنا نعرف لها جواب. أشجع جميع الطلاب اللي يسمعوننا الآن أنهم يبادرون ويسجلون بالبرنامج لأنها تجربة جدا جميلة. بالنسبة لي كطالبة يعني لي الكثير من أقراني موجودين وأتمنى أنهم ينجحون بحياتهم، وبالنسبة للموهبة أنا متأكدة أنهم يشعرون بالفخر تجاه المميزين بيننا. أحب أشكر جامعة الملك سعود لتوفيرهم لنا البيئة العلمية الرائعة، ولمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع لإتاحتهم الفرص العديدة لنا من برامج ومسابقات لإثراء اهتماماتنا العلمية. وأختم بالشكر للطاقم العلمي والإرشادي لتوجيهاتهم الأكاديمية والإرشادهم خلال فترة تواجدي بالبرنامج. موهبة حيث تنتمي.